موجزة من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. تبث قناة المنار اللبنانية اليوم الساعة 9 مساء حوارا مع السيد الرئيس بشار الأسد حول تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة. وذكر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن حوار الرئيس الأسد مع قناة المنار سيبث بالتزامن على القنوات الفضائية السورية. من جهة ثانية، أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 181 للعام 2013 المتضمن مادته الأولى منح وزارة التربية شهادة التعليم الأساسي للتلاميذ الناجحين في امتحانات الصف التاسع الأساسي التي تعقد في نهاية السنة الدراسية وتجريها مديريات التربية من خلال امتحان موحد لكل محافظة، وذلك اعتبارا من دورة عام 2013. أعربت سوريا عن ترحيبها باجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد في طهران وبالنتائج التي تمخضت عنه. وجاء في تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية ترحب باجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد في طهران وبالنتائج التي تمخضت عنه، والتي أكدت ضرورة وقف العنف وأطلاق حوار وطني بين السوريين لإيجاد حل للأزمة يتيح للشعب السوري تقرير مستقبله بعيدا عن التدخل الخارجي في شؤونه وبما يحفظ السيادة الوطنية لسوريا. أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال لقاء مع قناة الميادين أن مستقبل سوريا بيد الشعب السوري، وأن كل ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي سيعرض على الاستفتاء الشعبي وسيطبق في حال وافق الشعب عليه. من يحكم سوريا ومستقبل سوريا هو بيد الشعب السوري صاحب السلطة المطلقة والحصرية. الوفد السوري سيكون بكامل الثقة الشعبية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، وبالتالي أستطيع أن أقول بأننا سنتوجه بكل حسن النوايا من أجل التوصل إلى هذا الحل. بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ائتلاف الدوحة لا يريد الحوار وإطلاق العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا، ويسعى إلى تدخل عسكري خارجي فيها. وبين لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم أن شروط ائتلاف الدوحة المسبقة بشأن تنحي الرئيس بشار الأسد للمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر المقبل في جنيف غير قابلة للتحقيق، وتهدف إلى تعطيل عقد المؤتمر وتهيئ لبداية التدخل العسكري في سوريا. هذا الائتلاف لا يملك أي برنامج إيجابي، بل منشغل بتقاسم المناصب وخاصة منصب الرئاسة فيه، والشيء الوحيد الذي يوحدهم هو شرط تنحي الرئيس الأسد بصورة فورية، وهذا الشرط غير واقعي. ويبدو أن ائتلاف المعارضة ورعاته الإقليميين يفعلون كل شيء لمنع بدء عمليات سياسية بأي طريقة كانت، بما في ذلك معاملة الرأي العام في الغرب بطرق غير شريفة لتحقيق التدخل العسكري في سوريا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ الروسية إيرينا روسيو أن روسيا أرسلت شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للمهجرين السوريين في الأردن بسبب الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. وقالت روسيو في تصريح نقله موقع روسيا اليوم إن طائرة نقلت للمهجرين السوريين محطات لتوليد الكهرباء ومواد أساسية ومنتجات غذائية، وهبطت في مطار عمان صباح اليوم. ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية 27.6 طن، وهي الدفعة الثالثة من المساعدات الروسية المرسلة للمهجرين السوريين في الأردن. دعا الرئيس النمساوي هاينز فيشر مجددا دعا الاتحاد الأوروبي إلى بذل كل الجهود الممكنة لدعم الحل السياسي للأزمة في سوريا وليس إرسال السلاح للمعارضة السورية. وأكد فيشر في حديث للإذاعة النمساوية أمس ضرورة أن يلعب الأوروبيون دورا أكثر فعالية في إيجاد حل سياسي للأزمة بدلا من إرسال السلاح، لافتا إلى أن بلاده لعبت دورا عقلانيا تجاه قضية تسليح المعارضة السورية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إن الولايات المتحدة وروسيا والمنظمة الدولية لم تجد حلا بعد لعدد من المسائل المتعلقة بالمؤتمر الدولي المقبل حول سوريا، بما في ذلك موعد انعقاد هذا الاجتماع. وجدد بان دعوته لتغليب الحل السياسي على الحل العسكري، في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على تسليح المعارضة. موقفي من هذه القضية واضح، فأنا أحث كافة الأطراف التي تمتلك التأثير في سوريا على حظ الجميع من أجل وقف القتال، فليس هناك نقص في السلاح عند أحد، وتسليح أي طرف لن يفيد في حل الأزمة. بدوره جدد المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط وو سي كي خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان، جدد موقف بلاده الداعي إلى عدم التدخل الخارجي في الشؤون السورية. نحن ملتزمون بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونحن نحترم سيادة الدول، وهذا موقف ثابت للصين تجاه الجميع وخاصة الدول النامية. قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، قال إن بلاده تلقت دعوة شفهية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي سيعقد في جنيف، إلا أنه لم ترسل حتى الآن لها دعوة خطية للمشاركة. وأضاف أمير عبد اللهيان في تصريح له مساء أمس بعد تلقي دعوة خطية، سنقرر حول المشاركة في المؤتمر الدولي بجنيف، مشيرا إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق أنه نظرا إلى التركيز على السبل السياسية في هذا المؤتمر فإنها قد تنظر إلى أي دعوة إيجابية. وأعرب عبد اللهيان عن دعم بلاده القوي للشعب السوري وقيادته والمعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي. اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود نحو 13 فلسطينيا ليلة أمس في بلدتي العيزرية وأبو ديس بالضفة الغربية بتهمة الإخلال بالأمن وقص مقطع من الجدار الفاصل الذي بناه الكيان الإسرائيلي لتفصيل البلدتين عن مدينة القدس الشرقية المحتلة. إلى ذلك أعلن مرصد تراستريال جيروزاليم لمكافحة الاستيطان، أعلن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد تنفيذ مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة شرقية القدس المحتلة في خطوة جديدة تظهر مدى استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية وبدعوات إيقاف النشاط الاستيطاني. في العراق يوم دام جديد، حيث قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في هجمات متفرقة في العراق، معظمها بسيارات مفخخة في بغداد بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وتمثل هجمات اليوم امتدادا للعنف الدام المتصاعد في العراق في الأسابيع الأخيرة، والذي بات يحصد يوميا ما لا يقل عن 20 قتيلا. في بريطانيا يمثل أحد المشتبه بهم في قتل جندي بريطاني الأسبوع الماضي في ضاحية وول ووتش قرب لندن أمام المحكمة اليوم بتهمة القتل وحيازة سلاح ناري. واعتقل مايكل أديبولي في 22 من أيار مايو، وهو ذات اليوم الذي قتل فيه الجندي لي ريغبي بطريقة وحشية، وأطلقت عليه الشرطة النار وأمضى 6 أيام في المستشفى قبل أن يخرج منها الثلاثاء ويوضع قيد الحجز. والشخص الذي يشتبه بتآمره معه مايكل إدبولاجو أصيب أيضا بالرصاص ولا يزال في مستشفى آخر في لندن. في نيجيريا قال زعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية إن جماعته حققت عشرات الانتصارات على الجيش النيجيري خلال هجومه المستمر، فيما لم تتكبد المجموعة سوى خسائر طفيفة، داعيا الإسلاميين في دول أخرى للقتال معهم، وذلك بحسب فيديو تم نشره على شبكة الإنترنت والذي يعد أول تعليقات علنية من زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو منذ إطلاق الجيش النيجيري هجوما كاسحا في 15 من أيار مايو، ويتضمن أيضا دعوة للإسلاميين الأجانب للانضمام إلى القتال في نيجيريا.
ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.